السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أيها الإخوة الكرام. رحلتنا اليوم لشاطئ هوارة نواحي مدينة طنجة. اليوم الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة ما بين 5 و15 كيلومتر في الساعة. الضغط الجوي حوالي 1015 إكتو باسكال. البحر قليل الهيجان وعلو الأمواج ما بين 0.50 و0.80 والواتيرة ديالها حوالي 8 ديال الثواني والكويفيسيون ديال المارية كيبلا 50. البحر غادي يكون عامر في حوالي 9 صباحا وهذه دابا قريبة 7 الصباح. اليوم عامل في واحد القصبة الخيط الرئيسي ديال 0.22 مع لاراشي، والقصبة الثانية عامل فيها لاطريز ديال 0.16 مع لاراشي تحسبا لكثرة الطحالي، وإلا كثرت غادي نخلي غير قصبة واحدة اللي فيها لاطريز. عامل الترقيعة من النيلون طول متر ونصف ديال 0.30، والصنارة رقم 2 من نوع تشيمي، وغادي نعمرها بالطعمة ديال البوخ والبحر. نفس الترقيعة في القصبة الثانية مع صنارة رقم 1 من نوع تشيني، وغادي نعمرها بعكريشة الرمل أو اللونغ. الدونة ديال البيراميد 130 غرام. وهذه طريقة أخرى في جمع السرطانات الرملية اللي كيسميوها فريفرة أو عكريشة الرمل. خذوا واحد الشبيكة صغيرة ونتبتوا فيها شوية ديال اللونغ أو السردين أو الشطون أو أي شيء. هاد السرطانات كتاكل كل انواع اللحوم والديدان، ونربطوا فيها شي طوافه كيف ما كان نوعها من الفلين او الخشب او البلاستيك او البوليستر باش ما تتلفليناش في الرمل، ونقدروا نثبتوا فيها بالليل كذلك واحد ستار لايت ونطمروها في الرمل. من بعد 10 او 15 دقيقه نقلبوها، وكل ما طالت المده كل ما جمعوا السرطانات اكثر، ونحاولوا نجبدوا غير القياس اللي كنحتاجوه باش ما ناثروش على التوازن البيئي. كاين شويه ديال الطحالب، وفحال اللي قلنا في الفيديو السابق هذا الشيء علاش كنصيدو فوق السطوحه ونتفاداو السواقي، لان البحر كيدفع الربيع للشاطئ من فوق السطوحه وكيدخلو من السواقي. ودابا الربيع وحلي في العقده ديال لاراشي وما نقدرش نجمع الخيط ديالي، وهذا الشيء علاش كنجبد المونتاج ديالي من لاراشي مباشره ونقيه على خاطري. هاد المنطقة معروفة بالقروش الصغيرة واللي كتهجم خصوصا على الديدان.
البحر غادي وكيخوف، وهذه هي الساقية اللي كانت دايرة بيا، وهذا هو السطح اللي كان صيد من فوق منه. الساقية خوات وانا بعدت بزاف على الحوايج ديالي، وغادي نحاول نقرب بما انني ما غاديش نكمل الصيادة من مور الجزر الكامل. وهذه من بين السلبيات ديال المحيط الاطلسي في النواحي ديال طنجة، ما كاينش الفوندو والبحر كيسيق بزاف وخا المارية صغيرة. في المارية كبيرة يقدر يفوت المسافة ديال 200 متر ما بين المد والجزر، وهذا الشيء هذا كيخليك دائما تراقب المعدات ديالك باش ما يغمرهاش المياه. وانا الان فوق السطح اللي كان مغمور بالماء. قويصة واعرة وطلعت الشكلة من فوق. اللهم يسر كاينه. الله 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 اللهم يسر اللهم يسر اللهم يسر الله 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 اللهم يسر حركة محرقصة. أي ما جاية مسعفة مرة مرة تتعصى. اللهم يسر اللهم يسر نتمنى على ربي ما يكونش الربيع.
هذه محلنا معها قيضية عندنا شي حوتة طاقة كجبد. اللهم يسر. الله 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 راقف كامل القوة ديالها راقف كامل القوة ديالها. اللهم يسر يا قربت. شوية د الربيع وحل ليا في ولادي الراطة. هاهو خصنا نحضيو راسنا باش نقطعو ندخلو عا في ولادي الراطة. هي دخلت في ولادي الراطة. هاهو دابا نسيسو معاها تخرجو السهل. كاين شوية د الربيع. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. محرقصة جميلة جدا. اللهم بارك. بدات تحيا شوية. سيسو معها. سيسو معها. نتمنى على ربي تكون كاتبان. هيا قدامي. كاد نتار ندير خيط مزيان 30 زعما مزيان. هادي ضربت علي من بعد حناش قديمة شوية ولكن تبارك الله تبارك الله خير الله. اللهم بارك. واقع كتجبد. نتمنى على ربي تكمل الطريق ديالها. باقي له ريسك. نتمنى على ربي يبقى شي شوية دريجة 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 دريجة. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم بارك. بسم الله. الحمد لله الحمد لله. نشوف سبحان الله الأطرس كأنها الشبكة كأنها كانت حاصلة في شبكة. تبارك الله الخير الله. الله لا حول. الله اكبر. شاده مزيان واخا شويه الصناره ولكن شاده مزيان. نتمنى على ربي نكون توفقت باش نوصل لكم الاحداث ديال هذه الرحله. تحيه طيبه والى اللقاء في فرصه قادمه بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.